توفير. سناء سعيد 40,000 جنيه مصري فقط لا غير، ومستهونين بالرقم ده. ده بطل. 6 سنين يا سناء، 6 سنين بتخدعينا وبتضربينا على قفانا وبتحوشي من ورانا 40,000 جنيه، وانا مش عارفة اضرب علبة مكياج من عادل. ماشي يا سناء، ماشي ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طلبتها يا ماما اللي انت طلبتيها، وجبت لي كمان يا ستي الزبادي اهو عشان البشرة بالفراولة عشان يخلي وشك محمر. ميرسي يا حبيبي، تعيش وتجيبلي. ودي يا سناء، ادي قلمين جاف. قلمين جاف ايه يا عادل؟ وانا هفتح مقلمة في ال 200 جنيه بتوعي؟ عادل، عايزك في موضوع. خير؟ قولي. ما ينفعش، مش عايزه حد يسمعنا. طب ما انت كده لفتي نظرهم وهيقعدوا يتصنطوا علينا. هنتصنط على ايه؟ ما انت مفضوحه، مفيش على لسانها غير امك لاختك. نهائيا اطلاقا. ولا تزعلي نفسك، العكس صحيح، اختك لامك. هنقعد نقول في فوازير ليه؟ انا هقوم دلوقتي اشوفها هي عايزه ايه وابقى ارجع اقول لكم، او انتوا ابقوا تصنطوا بقى عادي. اتفضلي. امك واختك. ايه ده؟ ده موضوع تاني خالص. مالهم بقى؟ اللي توقعته لقيته. اتفضل. ايه ده؟ دفتر توفير؟ 40,000 جنيه ده بتاع مين ده؟ مصريا لا غير، بتاع الاخت سناء. سناء؟ اه سناء. طب وجابت 40,000 جنيه منين؟ ده اكيد، بصي الدفتر ده اكيد مزور، اوعي تطلعيه لحد اللي يقبضوا عليه، او اقول لك بلغي عنها عشان يقبضوا عليها ما دام مزور. كلامها هو اللي مزور، حياتها معانا هي اللي مزوره على طول، بتدعي الفقر وعامله نفسها ما عندهاش فلوس. وشوف شوف 40,000 جنيه ده معناه ايه؟ معناه طبعا ان هي مش من الطبقه بتاعتنا وعايشه معانا. لا يا حبيبي، ده معناه انها ما بتصرفش مليم احمر، عايشه سفلقه على قفانا الهانم. انت عارف اختك بتاخد كام؟ بتاخد في الشهر 500 جنيه بالحوافز. 500 في 12 في 6 سنين ده معناه 36,000 جنيه. طيب وال 4,000 بتوع ال 40 دول ايه؟ جابتهم ليه؟ فوايد يا حبيبي، فوايد. ده معناه ان اختك نايمه وعايشه واكله ولابسه ببلاش. ايوه، واكله وشربه ونايمه سفلقه، ده حتى قله ادابها ببلاش. ماشي يا سناء، انا بقى هتصرف. سناء عايز ايه عادل؟ لا مفيش، يعني انا عايز اقول لك صباح الفل والجمال والقشطه والكريم شانتيه. صباح الفل يا عادل، خلص قول عايز ايه وبلاش محلسه. محلسه ليه؟ بتسمي يعني ان العلاقه بين اخ واخته يبقى محلسه؟ يعني عموما الافه مودنين بيشيلوها ايه؟ واحد. بيشيلها واحد ازاي؟ ايد من هنا وايد من هنا، ومش عنده ايدين اتنين ولا هو اكتع؟ اخلص يا عادل وقول عايز ايه. لا مفيش، انا بس كنت معدي فقلت اعدي اسلم عليك يعني كاخت وكده، فجيت اقول لك ازيك وسلم. وانت مش خلاص سلمت يا عادل؟ واقف ليه عايز ايه؟ لا مفيش، هتكر انا بقى. طيب موبايلات بقى، ها رنات عشان ما يبقاش. هو انا الصراحه يعني لمحت لها واكيد الرساله وصلت. يعني رساله ايه يا عادل؟ في ايه يا حبيبي؟ هو انت فاكر نفسك حمامه زجله؟ بصي تشبيهاتك مستفزه يا رانيا، وبعدين انا هقول لها ايه؟ هي اختي برضو، مش معقوله اروح اقول لها حاسبيني على اكلك وشربك عندي يعني. عادل بكل قوه وحسم وعزم وامان، روح قول لها. الا اذا كنت خايف منها. خايف منها ايه؟ انا خايف عليها يا ماما لا تتصدم مثلا في الاخ، عمود البيت، الراجل، فمثلا تغير وجهة نظرها عن الرجالة تكرههم مثلا. يا سلام، قال يعني هي بقى ما بتكرههمش. بس لعلمك بقى، أنا في دماغي فكرة فظيعة فظيعة وهبتدي بتنفيذها. أوكي. ماما في موضوع لو قلتلك عليه دلوقتي حالا ممكن تروحي تجيبي سناء من شعرها وتقطعيها. يا خبر اسود، لا كنا بترجع لجوزها.
لا يا ماما، ايه اللي يزعل في موضوع انها ترجع لجوزها ده؟ اخس عليك يا عادل، عايز ترمي اختك؟ لا مش مسألة ترميها، بس انت فاهمة غلط. عارفة سناء محوشة من ورانا 40,000 جنيه. والنبي برافو عليها، مش زيك مراتك مقشطاك اول باول. يا ماما انت فرحانة ومبسوطة يا ماما؟ ايه ده، انت عايز البنت تصرف عليك؟ لا انا ما بقولش تصرف عليا، بس على الاقل تساعد يعني يا ماما. اختك وحدانيه، اللي ليها عيل ولا تيل يبقى عندها حاجه تتعكز عليها. طب ما تتعكز براحتها، انت شفتيني يعني شديت العكاز منها. بقول لك ايه، روح اتصرف معاها وكلمها انت في الموضوع وما تحشرنيش فيه. ايه قلت لها؟ يا رانيا يا رانيا، المواضيع دي ما تتاخدش قفش. انا لمحت الماما بس يعني، بس لقيت ان الموضوع ده بايخ ما ينفعش اتكلم فيه. يا سلام، يعني هي ينفع يعني تحوش وتجرش؟ لا 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 ما ينفعش. بس انا فكرت في حاجه بقى، زي ما هي عملت كده احنا كمان برضو هنعمل كده. ازاي؟ هتشوفي دلوقتي. احنا محتاجين ايه الشهر ده من طلبات؟ علبة مكياج. بقول لك الشهر ده تقولي لي مكياج. الو ايوه يا حاج سيد، سوبر ماركت السعاده. مساء الخير يا فندم. مساء النور. منزل الاستاذ عادل؟ طب هو كان طلب الحاجات ديت وادي الفاتوره. الراجل شكله جه مش كده؟ اه شكله كده اديها الحاجه بقى. يلا يلا يلا. بصي نامي وشخري. ليه؟ هو انا في العادي بشخر؟ لا يا ست انا اللي بشخر. اصل عمري ما سمعت صوت شخيري. ما انت بتبقي نايمه. اديك شخرتي شخري. عادل عادل عادل، رانيا 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 يا عادل. ايه ايه في ايه في ايه في ايه؟ مين حصل له ايه؟ حاجه بسيطه خالص، في فاتوره بره لازم تدفع يا عادل. طب ما ياما فواتير، مصر مليانه فواتير دلوقتي حالا. يا عايز انام. يا عادل ما تصحى بقى يا عادل، الفاتوره لازم تدفع. يا رانيا راجعي نفسك، مش عايزه تقومي؟ اني اغرق نوما. اغرق نوما؟ احذف لك العوامه. براحتكم براحتكم براحتكم. تفتكر دخلت عليها؟ اكيد دخلت عليها، اهو ال 40,000 اللي هي محوشاهم برضو تصرف منهم. ايا ماندو قولي لي، هي اسماء لسه سخنه؟ ايه؟ انا مش قلت لك ادعك لها ظهرها بالليمون وكلفتيها في البطانيه الجديده اللي جايبينها بالقسط؟ ايه؟ ما عندكش ليمون؟ يا سلام عليكي، ما تستلفي من ام عبير يا اختي. لا الف سلامه على بنت حضرتك الاستاذه اسماء، الف سلامه. يلا مع السلامه دلوقتي، مع السلامه. اه والله يا اخويا، اصل سريرها تحت الشباك على طول، فالظهر بقى خدت لطشه برد من طيار الهواء البحري. ايوه بس برضو يعني الليمون ده ما بيجيبش نتيجه، اديها مثلا يوستافندي او اديها مجموعه انفلونزا. مجموعه انفلونزا؟ لا مؤاخذه مدام، ده ليا. ايوه يا سيده، السباك ركب الكوع. ايه لسه بينقط؟ بقول لك ايه، ركب له جلده بدل ما يغير الكوع، خلي بالك. بقول لك ايه يا سيده، ما توقفيش مع السباك لوحديكم، سامع ولا لا؟ ايوه كده، مع السلامه. طب ما تخلي ماندو يقف مع امه يعني مع السباك. لا اصل بلا قافيه، ده البيت التاني وجماعتنا اللي هناك ما بتخلفش. اه ده حاجه عجيبه يعني، حضرتك كنت بتجوز واحده من اللي هي بتخلف وبعدين اتجوزت عليها واحده من اللي ما بتخلفش؟ انت عكس كل الناس يا انت مين؟ انا اللي جايب الطلبات. جايب الطلبات؟ طب وحضرتك قاعد ليه يعني؟ مش خدت فلوس وخلاص؟ حضرتك انا ما خدتش حسابي اساسا. خدش حسابك ازاي؟ ما حدش حاسبك؟ طلبت وقالوا لي ان حضرتك نايم وطبعك شديد قوي، فانا ما رضيتش بصراحه اجرع خلوتك يعني وافتح عليكم باب الاوضه. ضغطي يا عادل. بس بس ده انا هيجي لي سكر ودوالي. اصبري اصبري. طيب وحسابك كام حضرتك؟ 120 جنيه. 120 جنيه بس انا مش هحاسب بقى على النستو اللي انت عمال بتاكله واللب. ايه ده؟ ايه ده؟ 5 كيلو لب واكل 5 كيلو لب؟ انا مش هحاسب على الكلام ده. دي مثلثيه واحده بس اللي كلتها. ماشي 120 جنيه انا اجيبهم لك دلوقتي حالا، وبعد كده حتى لو احنا طلبنا منك حاجه ما تسمعش كلامنا. ها ماشي يا باشا. بقول للسياده ايه،
لو سمحت يعني لو حصل يعني ام اسماء اتصلت بيا ولا حاجه يعني طمنها عليا وقول لها ان انا موجود في المحل وتكلمني هناك على التليفون. ها حاضر حضرتك. بقول لك ايه، مش عايزك ترغي معاها خالص، ده فيها خراب بيوت. هي ما تعرفش ان انت متجوز واحده تانية عليها؟ لا طبعا. هتعرف. رانيا، واضح ان اسلوب الصبر على سناء ده ما ينفعش. احنا نبتدي نسحب منها بقى ربع جنيه ونص جنيه 175 قرش في الاخر نكونه مبلغ. حرب استنزاف يعني. بالظبط. خايف بقى مهبش منها الهبشه الكبيره.